كم مرة قلت راحت علي خلاص وراحت، حسيت كأني بموت وموضوع انتهى. كم مرة فيها حاولت أقوم ولكن وقعت، وخسرت مليون حاجة كنت بحبها. ولو سألني أي حد بقوله عادي، وأقول لنفسي كل حاجة ممكنة، وفي عز ضعفي وحزني ببقى تملي راضي، رامي همومي وحملي ده على ربنا. دلوقتي معاكم مع رمضان الخير مع عمرو الليثي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ورمضان الخير، ومعاكم عمرو الليثي على نجوم اف ام 100.6. للتواصل مع البرنامج على رقم 1006. ايام رمضان يا جماعه بتجري بسرعه، النهارده 18 رمضان، الايام الحلوه الجميله دايما بتمر اكنها ثواني. احنا مستمرين في رمضان الخير، بنقدم لحضراتكم كل انواع الخدمات اللي نقدر نقدمها لمستمعي نجوم اف ام الكرام، من خلال توفير المشروعات الصغيره للشباب والسيدات المعيلات والرجال المسنين اللي ما عندهمش القدرة على العمل. أنا بعتبر المشروعات الصغيرة من أهم الأشياء اللي ممكن نقدمها. مستمرين في عملية تجهيز الغير قادرين والغير قادرات على الزواج إن شاء الله، من خلال بنقدم لهم جهاز العرايس إن شاء الله بإذن الله. مستمرين في علاج جميع الناس دون استثناء، وتركيب الأطراف الصناعية، وتعريش المنازل، وتوصيل حنفيات المية، وأيضا توفير العمرة يعني للذي لم يسبق له أداء العمرة وغير مقتدر. أرجوكم تواصلوا معنا مع البرنامج على رقم 1006، وكمان مستنيين مبادراتكم الجميلة. وأنا سعيد الحقيقة أن احنا لغاية النهاردة جالنا يمكن أكثر من 30 مبادرة من أول الشهر، وعايز أقول أن هذه المبادرات كلها مبادرات جميلة جدا، وبعضها خرج من شخصيات عامة وبعضها كان من حضراتكم. احنا يعني بنسعى جدا بهذه المبادرات، لأن الخير بيبدأ بمبادرة، مبادرة يجتمع عليها مجموعة من الناس يقرروا هم يعملوها، وبناء عليه الناس كلها تقبل عليها. فان شاء الله باذن الله على اخر رمضان كده هيبقى معانا كم من المبادرات اللي بقى نشتغل عليه طول السنه ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله، مش بس في رمضان. وخلونا نبدا اول حاجه في برنامجنا النهارده. متعودين دايما ناخد المكالمات التليفونيه اللي حضراتكم سجلتوها، واللي الكمبيوتر في نجوم اف ام بيختارها بشكل عشوائي. نسمع النهارده اول مكالمه. انا محمود، عندي اخ اسمه محمد، 28 سنه، محتاج يعمل عملية يشيل مياه من على عينه وزرع عدسة في نفس الوقت. محتاجين الحاجة دي بس الدكتور عمر للعملية. زي ما سمعنا يعني حالة أخ بيكلم عشان خاطر أخوه محتاج عملية، احنا معنا رقم تليفونه نتواصل معه على طول بعد إذنكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الأستاذ محمد، أستاذ محمود أحمد. محمود، أنا محمود أحمد من معك. أنا عمرو الليثي من نجوم اف ام. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ حضرتك كنت كلمتنا في نجوم اف ام وكنت سبت رسالة خاصة بأخوك. أخويا عاوز يعمل عملية حضرتك، بس بصوا عليه. يعني احنا يعني بنسعد جدا ان احنا بنلبي يعني رغبات الناس بسرعه يعني، ف يعني ارجو ما اكونش ازعجتك بس ولا حاجه او صحيتك. هو انت مش متوقع بس احنا بنبصر عليها يا فندم. لا احنا تحت امرك، احكي لي ايه الموضوع بالظبط. انا اخويا كان الله يعمل عمليه زرع عدسه وشيل ميه بيضه من على عينيه يمين. فكان بيتكلف حوالي 3000 او 3500 جنيه، احنا الظروف على قدنا طبعا. لا ألف سلامة عليه. هو ظروفه إيه؟ ما عندوش تأمين صحي؟ لا والله ما عندوش تأمين صحي، هو أرزاقي كده بيعدي بالضاعة وكده. لا حاضر، أنا الاثنين حاضر. حضرتك إحنا هنعمل له عملية المية البيضاء من خلال مؤسسة واحد من الناس. هنكلمك دلوقتي على طول إن شاء الله بعد الفاصل.
هي كلام حد من فريق الاعداد، وان شاء الله نرتب معاك انه هو يروح المستشفى وهنعملها له في احسن مكان واحسن مستشفى واحسن دكتور ان شاء الله باذن الله. حاضر، شكرا جدا، وربنا يعرف ميزان عشانك اصلا. الله يخليك. هو موجود مع حضرتك ولا حضرتك اتكلمت بالنيابه عنه؟ لا انا اتكلمت بالنيابه عنه. طيب سلمينا عليك كتير وكتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا. الحقيقة كمان يعني خلوني أقرأ بعض الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحت أنا أرملة وحالتي على قدي ومحتاجة دكتور يعالجني. حاضر، نكلم حضرتك حالا، ورقم التليفون بتاعك الظاهر عندي، انت بعتي. حاضر. رسالة تانية، استحلفكم بالله تقرأ رسالتي أهو. أنا يعني أنا بقرأ كل الرسائل، يعني أنا بعت رسائل صوتية كتيرة ونصية. أنا والدتي ست غارمة وعليها ثلاث أواضي، وأنا ضمنها وعليا قضية، والدي متوفي وحياتي الزوجية مهددة. طيب حاضر، احنا نكلمك على طول يعني باذن الله نكلمك ونشوف الامكانيه ايه، ولو نقدر نساعد ان شاء الله نطلع الوالده ان شاء الله. حاضر، ندفع لها الفلوس اللي عليها ونطلعها ان شاء الله.